الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين. سحقا سحقا بالأقدام للصهيون أمريكان، 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 سحقا سحقا بالأقدام للشعب. هذه الوقفة اللي احنا حاضرين فيها اليوم نادت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع للتنديد وللاحتجاج على قرار رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العالمي، دعوة واستقبال واحد من المجرمين ديال الحرب، رئيس الكليسيت الصهيوني المسمى أمير أحنا. ونحن هنا لنقول لرشيد الطالبي العالمي على أننا أولا نرفض أن يستقبل باسم الشعب المغربي هذا المجرم ديال الحرب، ونرفض خيانته وخيانة النظام المغربي للقضية الفلسطينية ولشهداء الشعب المغربي من أجل القضية الفلسطينية. ونحن هنا كذلك لنقول على أننا مستمرون في النضال حتى إسقاط التطبيع، حتى طرد الصهاينة من بلدنا، حتى أن تتحرر فلسطين، وحتى تبنى الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني بعاصمتها القدس، ويعود كل اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين، ويعود كل الأسرى إلى بيوتهم، ويتحرر آخر أسير في الأراضي الفلسطينية. هذه الوقفة التي تشارك فيها العديد يعني من الفعاليات هي اليوم تعبر عن رفض يعني مطلق لزيارة رئيس الكنيسات يعني الصهيوني، ونقول يعني لمن هندسوا يعني التطبيع يعني مع هذا العدو المجرم القاتل يعني للأطفال والنساء أن قضية الصحراء هي قضية وطنية مقدسة، ولا يعقل أن نراهن على اعتراف المجرمين القتلة المحتلين لفلسطين والقدس والمحتلين لأراضي عربية. وآخر ما يمكن أن نقوله لهؤلاء أن القمة العربية سنة 2002 والتي كانت في بيروت والتي كان سقفها جد واطي بالنسبة لتطلعات الشعوب يعني العربية، كانت قد اشترطت بأن أي علاقة مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن تكون إلا إذا تحررت يعني الأراضي يعني الفلسطينية. أما في ظل الاعتداءات يعني المتكررة والإجرامية فنحن نستغرب من هؤلاء المسؤولين الذين هندسوا هذه الخطوة اليوم أنهم يستقبلون هذا المجرم ليعترف يعني بقضية الصحراء. ولذلك نقول بأن اعتراف هؤلاء هي دناءة يعني كبرى وجريمة يعني كبرى، ولذلك نحن نقول بأن قضيتنا لا يمكن تدنيسها من قبل الصهاينة. فالشعب المغربي الذي جاهد والأبطال هم الذين سيحررون أراضينا الصحراوية وأقاليمنا الجنوبية. نحن اليوم جئنا لنقف في هذه الوقفة السريعة ضد هذه الجريمة المركبة التي يرتكبها رئيس البرلمان المغربي بدعوة هذا الإرهابي أمير أحنا رئيسة الكنيسة الصهيوني الإرهابي. هذه الزيارة المشؤومة التي تعتبر صفحة من الخزي والعار في سجل الذين يدعون أنهم يمثلون الشعب المغربي في هذا البرلمان. هذه الصفحة التي تسجل اليوم في سجلهم الدني الساقط، أقول العبارة التي يجب أن تقال، لأنه يتم تمرير التطبيع باسم المصلحة الوطنية في قضية الصحراء، وهذا قتل لقضية الصحراء، وهذه خيانة لقضية الصحراء. الصحراء المغربية حرها المغاربة بالمسيرة الخضراء، وحموها بدماء الشهداء وبالملايير من دافع الضرائب دعما للقتال منذ 48 عام في الوحدة الترابية. فلا يمكن اليوم أن يتم تمرير التطبيع باسم الصحراء المغربية زورا وتدليسا وسقوطا. ثانيا، الكيان الصهيوني يسوف ويماطل ويتمنع ويتغنج في الموضوع قضية الصحراء، ومعه أمريكا. ورغم ذلك
المنهج البوريطي، والآن البرلمان المغربي يلاحق إسرائيل كي يتزلف ويتسول الاعتراف بقضية الصحراء. أولا لا نحتاج كمغاربة لاعتراف إسرائيل بالصحراء المغربية كي تكون مغربية. ثانيا إن الاعتراف الصهيوني بمغربية الصحراء هو قتل لقضية الصحراء في أخلاقيتها ومرجعيتها الوطنية وقداستها، وهدية للعدو الذي يريد أن يبتر الصحراء من مغربها. كيف هي هدية للعدو؟ العدو الآن الذي يرعى الانفصال ويخدم بروباغندا الانفصال يقول بأن المغرب الذي يسعى ويتزلف إلى إسرائيل هو شبيه لإسرائيل في الاحتلال، وبالتالي يتم تقديم المغرب كمحتل لقضية الصحراء توأمة مع الكيان الصهيوني محتل فلسطين. أكثر من هذا، يتم تقديم المغرب كضعيف أمنيا وعسكريا مقابل أعدائه في الوحدة الترابية، بدليل أنه يتزلف ويسعى لحماية إسرائيل في المناطق العسكرية وغير المناطق العسكرية. ولهذا كل الدفعات التي يتم تقديمها للتبرير تطبيع دفعات ساقطة وقاتلة.